أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: لدي صديقة ملتزمة أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحد، ولكنها متشددة في خيار الزوج، فهي تريد زوجا ذا دين وخلق، وقد تقدم لخطبتها 5 أشخاص ورفضتهم جميعا رغم أنهم يحافظون على الصلاة، ولكنها تقول: جربت الزواج برجل آخر ذا دين فلم أستمر معه هذه العشرة سوى شهور قليلة، فلا أريد أن أقع في نفس خطأ مرة أخرى، فلن أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبدا، فهل عليها إثم لفعلها هذا؟ ليس عليها إثم ما دامت تختار من هو أفضل وأروع معشرة وأقوم طريقة، وما ذكرت من أنها تزوجت شخصا لادين ولكن لم تدم العشرة بينهما. إني أقول إن القلوب بيد الله عز وجل، وكم من إنسان أحب شخصا ثم كرهه أو كره شخصا ثم أحبه، ولهذا يقال: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون رغيبك يوما ما، وأبغض رغيبك هونا ما لعله يكون صديق حبيبك يوما ما. نعم، يوجد بعض الناس نسأل الله العافية يتسلط على النساء وإن كان ذا دين، لكنه يستعبد المرأة استعبادا بالغا ويكلفها ما يلزمها بحجة أنه زوجها والزوج سيد وأنها امرأته والمرأة أسيرة، ولكن هذا غلط، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز الحكيم. فبعض الناس لا يكسفي بدرجة على المرأة، بل يأخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمرأة حظا، كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج ولا تعطيه حقه، وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثاقلة. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمره الله به من المعاشرة بالمعروف، ومن اتقى الزوجان ربهما لذلك فإن العشرة ستبقى وتدوم. والخلاصة أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من يميل نفسها إليه.